ارجع إلى الكافي الشريف عن أبي بصير رحمة الله عليه ورضوانه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال: أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم ما أجابوهم، ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا، فعبدوهم من حيث لا يشعرون. الإمام يعتبر اتباع الأعمى لهؤلاء عبادة لهم، والعياذ بالله. هذه هنا المشكلة، هؤلاء الذين يقطعون الطريق على المؤمنين في أن نعرف إمام زماننا. إنكم لن تعرفوا الرشدة حتى تعرفوا الذي تركه. لازم تعرف هؤلاء، وهذا جزء من تشخيصهم. الحديث الذي ذكرناه أن الذين يحلون حلال الله ويحرمون أو يحلون عفوا يحلون حرام الله ويحلون يحلون حرام الله ويحرمون حلال الله، كيف؟ لأن بآرائهم، باجتهاداتهم، بأقيستهم وقياساتهم الخرقاء. هؤلاء هم، هؤلاء اللي يقول لنا الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه في تفسيره الشريف عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما الطيبين الطاهرين: فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا في بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم، فإن من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة، فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرامة لهم. لماذا يا ابن رسول الله؟ وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت، لذلك لأن الفسقة يتحملون عنا فهم يحرفونه بأسره لجهلهم، ويضعون الأشياء على غير مواضعها ووجوهها. ما هي الأسباب؟ لقلة معرفتهم، وآخرين يتعمدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم، ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا، فيتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا، وينتقصون بنا عند نصابنا، ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن منها براء منها، فيتقبلها المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوهم، فاتخذهم الشيعة أربابا من دون الله والعياذ بالله. وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين ابن علي عليه السلام وأصحابه، فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال، وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من الأعداء. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، مشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. يدخلون ماذا؟ الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا حتى يضلهم عن ماذا؟ عن قصد الحق المصيب اللي هو سبيل الله، اللي هو الإمام الحجة ابن الحسن. عطني مثال تطبيقي. المثال التطبيقي: الذين يمنعونكم من قراءة حديث أهل البيت بحجة أنكم عوام ولا تفهمون ولا تفقهون حديث أهل البيت. الإمام الصادق عليه السلام يقول لكم: اقرأوا أحاديثنا، تدبروا في أحاديثنا واعملوا بها، وأنا، يعني الإمام الصادق يقول، وأنا أضمن لكم النجاة في الدنيا والآخرة. ماذا يفعل الشيعي؟ يأخذ بكلام هذا فقيه السوء وما يقرأ حديث أهل البيت اتباعا وتقليدا واتخاذا له ربا من دون الله والعياذ بالله،
ويضرب بكلام الإمام الصادق عليه السلام عرض الجدار. تقول له كيف؟ ارجع إلى كتاب الكافي الشريف، كتاب الكافي الشريف الجزء الثاني، كتاب الإيمان والكفر، باب تذاكر الإخوان. ماذا يقول الإمام الصادق عليه السلام عن يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام؟ قال، يخاطب الشيعة الإمام الصادق، ماذا يقول لهم؟ تزاوروا فإن في زيارتكم إحياء لقلوبكم وذكرا لأحاديثنا، وأحاديثنا تعطف بعضكم على بعض، تعطف بعضكم على بعض، إما أنه أن هذه الأحاديث بما تحملها من معاني سامية شريفة مباركة فيعطف قلب الشيعي على أخيه الشيعي، وإما أنه أن بسبب هذه الأحاديث يصبح التزاور والتواصل الدائم ما بين الشيعة والمعنيين صحيحين. وأحاديثنا تعطف بعضكم على بعض، انتبه ماذا يقول الإمام الصادق، فإن أخذتم بها رشدتم ونجوتم، وإن تركتموها ضللتم وهلكتم، فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعيم. الإمام الصادق يقول فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعيم. شو يسوي الشيعي؟ يروح يسمع كلام هذا الذي هو أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد بن معاوية على الحسين وأصحابه، يقول له ما يصير تقرأ هذه الأحاديث، ما يصير تقرأ بالكافي الشريف، هل أنت من أهل الاختصاص وأهل العلم؟ ما أهل الاختصاص وأهل العلم ثلاثة أرباعهم، يا أما كما قال الإمام، أعيد الرواية، كما قال الإمام الصادق عليه السلام، هذه أهل الاختصاص وأهل العلم. ماذا قال عن هؤلاء الفسقة الجهلة الذين يمنعون الشيعة من الوصول والمعرفة لمعرفة إمام زمانهم؟ ماذا قال عنهم؟ فهم يحرفونه، وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت، لذلك لأن الفسقة يتحملون عنا هذه الأحاديث، فهم يحرفونه بأسره لجهلهم، هذا جزء منهم بسبب جهلهم، ويضعون الأشياء على غير مواضعها ووجوهها لقلة معرفتهم. جزء ثاني تقدر تخليه، عندهم جهل، عندهم قلة معرفة، وما شاء الله واضحة كتبهم. وآخرين يتعمدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا. فمع الأسف الإمام يقول فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعيم. هذه الآثار، لماذا قال لنا الإمام هذا الكلام الإمام الصادق؟ لأن لا طريق إلى معرفة الإمام الحجة بن الحسن إلا عن طريق هذه الآثار. لماذا يجب علينا معرفة الإمام الحجة بن الحسن العسكري؟ لأنه هو الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بمن؟ بعلي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلا تتحقق هذه المعرفة إلا بمعرفة آثار محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، آثار محمد وآل محمد، هذه الأحاديث الشريفة المباركة. خذوا بأحاديث الكافي الشريف، خذوا بهذه الروايات حتى تعرفوا إمام زمانكم، لأن من خلال هذه الأحاديث فقط وفقط وفقط تتحقق معرفة الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. ومن غير هذه الأحاديث لن ولن ولن تعرف إمام زمانك. لا طريقة آخر إليه. أي واحد يقول لك طريق آخر من غير جعل القرآن المفسر بروايات أهل البيت وأحاديث أهل البيت من غير أن يجعلهم الأساس في معرفة الإمام صاحب الزمان، اعلم أنه كذاب، اعلم أنه منافق، اعلم أنه دجال، واضرب به وبكلامه بعرض الجدار. وأي شخص يمنعك من قراءة كتب الحديث الشريف فاعلم أنه يريد أن يصدك عن معرفة الإمام الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولكن بأن تجاهد نفسك في أن تعرف
هذه الأحاديث. علماء السوء يجب معرفتهم، معرفتهم ومعرفة مناهجهم وطرقهم وكيفية غوايتهم لضعفاء الشيعة. لأن ماذا قال لنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ الإمام أمير المؤمنين قال: إنكم لن تعرفوا الرشدة حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه. هؤلاء الذين اتخذوا أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والعياذ بالله. عصمنا الله تعالى وإياكم بالتمسك بأحاديث أهل البيت. خالفوهم هؤلاء علماء السوء بأن تقرأوا كتاب الكافي الشريف، وتذكروا دائما، أنا قلت كتاب الكافي الشريف على سبيل المثال، ولكن كل أحاديث أهل البيت، ولكن كنصيحة ابدأ في كتاب الكافي الشريف، تدبر فيه، اقرأ فيه، مخالفة لهؤلاء الذين يمنعونكم من معرفة محمد وآل محمد. ودائما وأنت تقرأ في كتاب الكافي الشريف فلتتوجه لإمام زمانك كي تصح نيتك لأئمتك، وأنت تتعلم هذه الأحاديث وتتذكر دائما أن الإمام الصادق قال لك وخاطبك وقال: فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعيم. فلا تخف، فالإمام الحجة بن الحسن العسكري سيرعاك ويحفظك ويعصمك. لا تزال شيعتنا مرعيين محفوظين معصومين ما صحت نياتهم لأمتهم. عصمنا الله تعالى وإياكم بالإمام الحجة بن الحسن العسكري بوقاية الله به، عن طريق التمسك بآثاره والتوجه إليه في جميع أمورنا. لعن الله عدو وآل محمد من الجن والأنس، وأبرأ إلى الله منهم، وصلى الله على محمد وآل محمد.